حياة بائسة وضغوط مريرة يعيشها هذا الرجل الذي لم تعد هناك حاجة لبقائه في عمله. حاله كحال كثيرين غيره من عمال الغزل والنسيج الذين فقدوا وظائفهم بعدما توقفت العشرات من المصانع عن العمل في مدينة المحلات الكبرى. أما هنا فالحال ليس أفضل بكثير، فمالك هذا المصنع أعلن عن بيعه في مزاد علني لتحويله لبرج سكني بعد 40 عاما من الإنتاج والتصدير. 150 عاملا يعملون هنا منذ سنوات طويلة، لكن مهنتهم هذه باتت مهددة بعد ارتفاع أسعار استيراد الغزل والنسيج 3 أضعاف بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه. أنا كل يوم بدفع من رأس مال الخاص عشان أبقي على عامل، عشان أدفع كهرباء وما تحبس، عشان أدفع تأمينات بتفرض علينا كالإتاو، إحنا قاعدين في إتاو. نحو 1000 مصنع للغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى يعمل بترخيص، وأكثر من 2000 مصنع بدون ترخيص، يعمل بعضها حالياً بنحو 20% من طاقته الإنتاجية. أما الشركتان المملوكتان للحكومة فلم تسلما أيضاً من الخسائر، وتقلصت صادراتهما على مدى السنوات الماضية. ما كانش في ضخ استثمارات في شركات الغزل من أول تقريباً 91 سنة 1991 نظر لموضوع الخصخصة وبداية فكرة طرح الشركات دي للبيع، وبالتالي ما تمش أي استثمارات في الفترة ديت. المكن متقدم جداً، الأجور عالية جداً برضو نفس الشيء. أزمة صناعة الغزل والنسيج تفاقمت مع انخفاض مساحة زراعة القطن خلال 10 سنوات الماضية، ما اضطر المصانع لاستيراد القطن بأسعار مرتفعة، وفشلت منتجاتها في منافسة غيرها من المنتجات الهندية والباكستانية. الأزمة في المصانع ألقت بظلال كثيفة على الحياة في مدينة المحلة، تلك المدينة القائمة أصلاً على صناعة الغزل والنسيج منذ تأسيس أول مصانعها على يد الاقتصادي المصري طلعت حرب قبل 90 عاماً، فأغلبية سكان المحلة يعتمدون بشكل مباشر على العمل في هذا القطاع. تراجعت صناعة الغزل والنسيج في مصر بعد أن كانت على رأس قائمة أهم الصناعات الوطنية في البلاد، وخير شاهد على هذا الواقع هذه المنطقة الصناعية التي تعد أقدم منطقة صناعية في المحلة الكبرى، بعدما أغلقت عشرات المصانع هنا أبوابها وفقد المئات من العمال فرص عملهم. آية رادس، كاينوز عربية، مدينة المحلة الكبرى.